الشاي ده مش عايزه اقول لكم هو وحش قد ايه، وحش قوي. يعني بعمله كاني بشرب بالظبط عصير سخن صايص. طب بتشربيه ليه؟ عادي يعني، بخلص الكيس عشان حرام يعني، محبش اعمل الاكل والحاجات دي، فبشربه غصب عني لحد لما يخلص، بس ما بجيبوش تاني. ازيكم؟ معاكم صورة سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن تجربتي مع الخياطة والترزي. يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة. عارفين انتوا ترند لما تطلب ده ويجي لك ده؟ هو بالظبط هو ده الترند اللي انا هتكلم عليه النهارده في الفيديو بتاعي. طيب ايه اللي حصل معاك يا صورة كده بالمختصر المفيد؟ اللي حصل معايا ان انا شفت التيشيرت ده ونزلت لفيت على المحلات عشان اشتري الطول، واسال بقى الطول ده اللي هو الناشف ولا الطري ولا الاسترتش، وايه قعدت بقى الف كده لفايه حلوه لحد لما جبت الطول. ماشي. المهم بعد كده بعد ما اشتريت الطول جاء مرحله ان انا ادور على ترزي. قعدت اسال على النت على ترزيات كتير، اللي يقول لي 150 خياطه بس غير مثلا ال 100 جنيه او ال 80 جنيه بتوع القماش، واللي يقول لي مش عارف ايه. طبعا ايه، انا سكت. 150 جنيه عشان اخيط تيشرت؟ ما مش فاهمه. المهم بعد كده بقى ايه، كنت انا عارفه ترزي محترم، كانت الناس كتيره بتشكر فيه بيقولوا تقفيله حلو جدا. فالمهم بقى ايه، اللي انا روحت للترزي ده قلت له لو سمحت انا عايزه الصوره دي. قال لي لا لا انا ما بتعملش كده، انت بعت لي الصوره على الواتس، عشان هو راجل الكتروني قوي، بعت لي الصوره على الواتس وانا هعمل لك اللي انت عايزاه. قلت له ماشي. بعت له الصوره على الواتس وقلت له انا عايزه التيشيرت ده بنفس الواسع، تعمله لي واسع، تعمله لي طويل علشان البسه على الحاجه يبقى طويل. قال لي ماشي. قلت له ده هينفع؟ قال لي اه. قلت له ماشي، اجي لك بعد قد ايه؟ قال لي بعد 5 ايام. قلت له ماشي. طبعا الخمس ايام اللي انا قاعده فيهم دول عماله اقول ايه، قصير ولا طويل، ضيق ولا قصير، بصوا يعني ايه، عندي بحلم بكوابيس بالتيشيرت اللي هو يعمله لي ده. بس بقول ايه، ده هم الناس شكروا فيه فهو الحاجه تطلع حلوه قوي ومحدش قال عليه لا. المهم بقى بعد 5 ايام رحت بقى مجهزه الفلوس اللي انا هديها له، وكده كده انا جايبه له القماش بوفره، فهو كده كده هيعمله لي واسع ان شاء الله. لو واسع قوي عادي مش فارق معايا، انا بحب اصلا البس الحاجه كبيره عن مقاسي عادي، بحب البس الحاجه اوفر سايز بجد. المهم بقى ايه، ان انا رحت استلمه فبقول له التيشيرت الطول اللي فين؟ قال لي التيشيرت. قلت له اه. قال لي هجيبه لك. طبعا هو جاي بقى فرحان، وحسيت ان هو واحد من بروجكت رانا واي اللي هو بقى ايه، مصمم ازياء بقى، فاهمين. المهم بقى ان انا ايه، جاي استلم التيشيرت، ببص كده بقول له لا التيشيرت، انا مش عايزه بقى القماش، انا قصدي على التيشيرت ذات نفسه. قال لي هو ده. وانا بصيت كده صدمت، اقسم بالله كنت هعيط. وحوار العياط ده كتير يعني، انا بروح لترزيات كتير قوي بلاقي البنت بتوعي بتقيس بتقعد تعيط عشان هي اتعمل لها حاجه غير اللي هي طلبتها اصلا. ماشي. هم مش بيحطوا في دماغهم مثلا ان احنا بنبقى لفينا لف كعب داير على الحاجه اللي احنا عايزينها، مش بنلاقيها، فاحنا نقول هنخيط او عايزين نوفر. ما هو الخياطه دي اللي احنا عايزين حاجه مش لاقيينها او عايزين نوفر، مثلا التيشيرت ب 500 جنيه فانا هجيب قماشه وبتاع يكلفني النص. طيب ماشي، يعني هو ده الحالات اللي احنا بنخيط فيها. او في ناس بتبقى مش عارفه مقاساتها، مش لاقيين مقاساتها فبتخيط، يعني هي بتبقى بالنظام ده. طيب ماشي. انا طبعا ايه، كنت حاسه ان انا ماسكه دموع. ماسكه دموع ليه بقى؟ انا هوريكم هو خيط لي ايه. طبعا انتوا مش متخيلين. بص، هو اولا عملهولي جاكيت. اولا هو عمله جاكيت. بص الكم قد ايه، ده الاوفر سايز اللي انا قايله له عليه. بص قد ايه، يعني انا ايدي اصلا بتخش فيه بالعافيه، شايفين؟ بص بقى من تحت، من تحت عامل ازاي، يعني هو باين انه عمل مفرش ترابيزه وقال له خدي. فالمهم انا سكت كده. بص هو اهو اهو، بصوا اهو اهو. طبعا اديت له الفلوس زي ما قالوا بتاع، وكتر خيره قوي ان هو اصلا ايه عمله. بصيت له كده فبقول له هو ده مش ده اللي انا قلت عليه خالص. يقول اصل انت اللي قلت عليه ده مش عملي، فانا قلت ان انا اعمل الحاجه احسن.
يعني هو حط التاتش بتاعه، هو حبك يحط التاتش بتاعه في الحاجه. قال لي انا حسيت ان هو مقفول هيبقى شكلك وحش فعملته لك مفتوح، حسيته هيبقى واسع شكله وحش رحت عملته لك مقاسك، حسيت ان هو قصير وهو طويل وحش رحت عملته لك قصير. عندك كلمه طيبه اقولها؟ ما عندكش تخلص خالص. جاتك البلا في شكلك. بصيت له كده مش عارف ارد، قلت له هات كده القميص، هات كده هات التيشيرت ده، واديت له فلوس ومشيت. كنت حاسه ان انا هعيط اقسم بالله، قعدت ادور له البسه ازاي ما لقيتلوش لابسه، يعني لحد دلوقتي ده محطوط كده ايه مش لاقي له لابسه نهائي. طيب بعد فتره بقى، بعد فتره مثلا بعد شهرين ثلاثه، لما عرفت حوار شي ان، لان انا كنتش بشتري من شي ان نهائي، واكتشفت ان الصوره اللي انا وريتها له اصلا دي صوره موديل في شي ان اصلا، انا بالصدفه كده لان انا اتعاملت في بتشتري حاجات من شي ان من قريب مش من بعيد، وشي ان ده فيه كل حاجه. فالمهم ان انا لقيت التيشيرت هو بالظبط، انا كنتش مصدقه. المهم بقى ان انا ايه بعد ما لقيته ليه بشوف، لقيته مكلفني اصلا 70 جنيه كله على بعضه قماش وتفصيل، هو ب 70 جنيه التيشيرت اصلا اللي انا عايزاه من الموقع، وكمان اجيب المقاس اللي انا عايزاه. اهو اهو اوريهولكوا بقى اهو بص. بص اهو شايفين بقى اللي انا كنت طالباه عامل ازاي اهو، ويه واسع وطويل مقفول. بصوا وبتكت يعني، هي دي تجربتي مع الخياطة مش بهزر يعني، معرفش بقى ولا النحس ولا هما الخياطين بيحبوا يحطوا التاتش بتاعهم. بصوا انا قبل كده اتعاملت مع ترزي واحد كان في امبابه، كان الترزي ده كنت عارفاه عن طريق صاحبتي، كان بيعمل حاجه زي ما انت عايزاها بالظبط، يعني يسالك انت عايزه ايه وايه وايه، يرسم الحاجه هي بالظبط هتطلع لك، وكنت بروح فعلا الاقيها. بس هو حاليا بعيد عني قوي فمش بعرف اروح له، انا نسيت اصلا المحل بتاعه. هو ده الترزي الوحيد اللي كنت بتعامل معاه. اي بقى ترزيات وقعوا في طريقي كده اقسم بالله بيحطوا التاتش بتاعهم، بيعملوا حاجه اللي هو ايه انا عارف اللي احسن عليك انا هعمله، كان احنا من هوا بنقول كلام غلط وكاننا مش بنفهم. بس بقى كده، ده حبيت اتكلم في الموضوع ده ليه، علشان لو انت عايزه تخيطي حاجه لازم تشوفي الحاجه بالفعل قدامك، ويستحسن ان انت تدوري على حاجه قبل ما تخيطي، علشان قليل قوي لما بلاقي حد بيخيط حلو، ويعني ايه بيبقى ناس كده لقط. فلازم تشوفي شغله الاول، تشوفي تسمعي عنه كويس، تعرفي ان هو بيسمعك، عشان اللي روحت له ده ما كانش بيسمعني، يعني اقول له كذا يقول لي ماشي ماشي وبعت لي صوره على الواتس، ما اعرفش هو كان بياخدها يعمل بيها ايه اصلا، يعني هو ما عملش يعني الصوره قدامه هو ما عملهاش اصلا. بس كده بكده الفيديو بتاعي كان خلص. وعلى فكره عايزه اتكلم في حته صغيره قوي، انا برضو في ترزي بقى ست، برضو كنت برضو نفسي في قميص اوفر، يعني اوفر سايز مخطط، كان لسه طالع موضه وكانوا لسه مش موجودين في المحلات. المهم بقى ان انا رحت للست دي وخيطت عندها قميص، لقيت القميص مش معدول خالص، برضو كنت هعيط. المهم بقول لها ايه هو ده مش ده القميص اللي انا عايزاه، انا بقى كنت طالباه يعني يا دوبك مغطي جيبي وبنطلون. قالت لي بصي، هي كانت منقبه، قالت لي بصي يا بنتي القصير حرام، فانا عملته لك طويل، طويل ده بقى لحد ايه كان مغطي الركبه. فانا قلت لها، بصيت لها كده قلت لها انا في حاجه في معينه في دماغي عايزه اعملها، قالت لي لا انا ما بعملش غير ده. انا بقى وانا طالعه من عندها قلت طيب ماشي، بسببها خدت كورس خياطه وقعدت اتعلم خياطه وباترون بقى، وجبت مكنه بالفعل وخيطت حاجات انا كنت عايزه اخيطها، وهي قالت لي مش هخيطها لك. شوفي بقى هو الترزي وصلني لايه، وصلني ان انا اخيط. بس انا عشان تعبت كده في فتره فما بقتش بتحكم في رجلي ان انا اعمل فلتر اعمل في المكنه يعني، والشغف بقى راح شويه يعني، عشان انا كنت متحمسه قوي، وانا بقى وقعدت احوش سنه عشان اجيب مكنه الخياطه، وحوشت وجبتها وخيطت، والله العظيم خيطت هدوم جميله كمان، خيطت بقى الجاكيت اللي انا نفسي فيها وعملت اللي انا نفسي فيه كله. ف
فانا بصراحة تجربتي مع الترزي تجربة سيئة نحس. بس الفيديو بتاعي خلص، لو عايز تتابعيني تابعيني تاني. يلا باي باي.